تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى مملكة البحرين. وقد وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير هاي كوان تشونغ سفير جمهورية كوريا، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. ثم تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير الكوري مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا وما تشهده من تطور ونمو في جميع المجالات. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير بيوش شريفاستاف سفير جمهورية الهند، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير الهندي، وأشاد جلالته بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، متمنيا جلالته له كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية. ونقل السفيران إلى جلالة الملك المفدى تحيات وتقدير رئيسي دولتيهما وخالص تمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والسعادة، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بلديهما مع مملكة البحرين. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية.